مساء الخير مروه. حقيقة عادة يعلن القائد العام قوات مسلحة بدء المعركة حين اكتمال تواجد القطاعات الأمنية بكل صنوفها واكتمال التحضيرات حتى تحضيرات للنازحين، لأعداد النازحين الذين ربما سينزحون أثناء العمليات، كل هذا في طور الإعداد حتى هذه اللحظة. وبذلك القائد العام حين يعلن هذا يعني أن القوات الأمنية في كامل جاهزيتها. ما يحصل يوميا حقيقة كما ذكرنا صباح هذا اليوم، وعضده ما صدر من بيان من وزارة الدفاع العراقية أن هذه العمليات هي عمليات استنزاف لمجامع داعش، استنزاف لمخازن السلاح، استنزاف للقيادات الأساسية لمجامع داعش في داخل تل أحفر. والمتوقع بحسب بعض المصادر الأمنية أن هذه العملية لن تكون بصعوبة عملية تحرير الموصل، على اعتبار جغرافية هذه المنطقة ربما ستكون أسهل بكثير، إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار أن تواجد داعش في هذه البقعة محاصر منذ ما يقرب من سنة، وقطعت جميع خطوط الإمداد الواصلة إلى داعش، وبالتالي ربما ستكون هذه العملية أسهل وبمدة زمنية أقل كثيرا عن عمليات الموصل السابقة. وكيف خططت السلطات العراقية فيما يخص نقل المدنيين الموجودين في القضاء إلى الخارج عندما تبدأ هذه المعارك فلاح؟ كما حصل في كل المعارك، عادة المواطنون أصبحت لهم دربة في كل مكان محاصرين، في كلما اقتربت القطاعات الأمنية من المدنيين تفتح ممرات آمنة وتلقي منشورات، بالإضافة إلى مكبرات صوت عادة ما تكون قريبة على المدن، بالإضافة إلى مصادر الاستخبارات في داخل هذه المدن. كل هذه ستوصل المعلومات إلى المدنيين، حول تشير لهم حول الممرات الآمنة لهم، وبالتالي تتولى عملية سحبهم القطاعات الأمنية المتخصصة بهذا الجانب إلى المستشفيات أو إلى أماكن الإيواء التي جهزتها الحكومة العراقية. أشكرك فلاح الذهبي، مدير مكتب الحرة من بغداد.